صحيح احنا هنتكلم عن حاجه موجوده في كل بيت مصري، يمكن مستحيل تلاقي اليوم يعدي كده من غير ما تلاقي مناقشه جدليه طويله، الاغلب دي بتكون مناقشه حاده جدا، يا بين الاب والابن او الام والبنت او العكس، والله يعني الام والابن والاب والبنت دايما لازم يكون في يعني حوار ساخن جدا، وده يوميا، ده لو ما كانش على مدار اليوم، يعني والله يعني حاجه صعبه قوي. ده حقيقي، والاسباب مهما كانت كتير الا ان هيفضل السبب الاساسي هو اختلاف الاجيال بمرور الزمن، واختلاف حاجات كتير حوالينا ما بقتش زي زمان، كمان مع وجود السوشيال ميديا والموضه والانفتاح اللي بقى موجود دلوقتي، حاجات كتير اختلفت عن زمان، لكن بيفضل السبب اللي بيخلي في مشاكل كتير بين الاباء والابناء ان ما فيش بينهم اي تفاهم، وخصوصا في اعمار معينه عند الولاد. هنتكلم بقى اكتر في الموضوع ده مع دكتورنا اللي دايما بينورنا طارق الياس، خبير التنميه البشريه. صباح الفل يا دكتور. يا صباح الفل عليكم، كل سنه وانتم طيبين ويكون ايامكم كلها سعيده. كل سنه حضرتك طيب يا دكتور. وخلينا نتكلم بقى في موضوع مفيش لغه حوار، يعني يمكن اتكلمنا مع بعض في الموضوع ده، بس بقول لحضرتك يمكن من سنتين كان بينا انترفيو بنتكلم على اختلاف الاجيال، انا ابني كبر والمشاكل اللي كنت بقابلها قبل كده لا المشاكل اختلفت تماما، بقى عندي طبعا مشاكل تانية اكبر. اكيد لغه الحوار بقت صعبه قوي يا دكتور. علشان جدا دلوقتي احنا ممكن نسميها صراع الاجيال مش اختلاف الاجيال. هو صراع، لأن هو على فكره دي حقيقة، لانه اختفت حاجتين بعد اذنكم. اول حاجه القدوه والمثل. القدوه دي كانت تحل لنا المشكله. ليه؟ لانه ما بقاش شايف ان الاب مهتم قوي بالمشاكل دي او بيقدم له حلول، وبالتالي عشان هو مشغول في شغله. او الام على طول مثلا الى حد ما عصبيه نتيجه الضغوط بصفه عامه. مظبوط، ده يمكن هو ده السبب الاساسي، لا يوجد نوع من القدوة. أما المثل معناه إيه؟ إن أنا عايز أعمل حاجة على نفسي بصفتي الكبير بطبقها على الصغير، فلو أنا عملتها لنفسي هو هيصدقها. مش حكاية قدوة بقى، ده ياخد المثل يقول أهو أنا كمان، ما هو بابا عمل كده. ثقافة إن إحنا اللي بنتربى بنربي نفسنا عشان هم يشوفونا بنعمل إيه فيعملوا زينا. ده كلام مهم. لأن أنا ما أقعدش كل شوية أقول لك إيه، لا أنت كان المفروض إنك تعملي كذا، يوم هو يعمل عكسها. وبالتالي مع الوقت أنا مش هصدق، هتنهار بقى حتة الإيه المثل هنا. فدي مسألة مهمة جدا. وكمان عايز أقول لكم على حاجة، إن كلمة أنت قديم قوي يا بابا دي من الكلمات اللي هم اعتادوا عليها. لمجرد ايه بقى؟ علشان ما خدش حتة الايه النصيحة على انها واجبة التطبيق. انا عايز اهرب من الحتة دي. في علم النفس بنسمي شخصية الطائر. ايه هو بقى الطائر؟ اللي هو سريع الملل والزهق. فتبص تلاقي ان الجيل ده معظمه كده، تبص تلاقيه ما بيقعدش قدام التلفزيون كتير ويقوم مغير. أيوة. بيقعد على السوشيال ميديا، هو بيقلب على السوشيال ميديا، هو ما بيشوفش حاجة لفترة طويلة. ما بيقدرش يمسك كتاب لفترة أطول. هو دي بقى الحكاية. الحكاية إنه جيل التيكاوي، عايز كل حاجة تبقى سريعة بسرعة. أهو صراع الأجيال جاي هنا بقى، اللي هي المسافة ما بين واحد كان بياخد الموضوع ببطء شوية، عربيته قديمة شوية فماشي على مهله، واحد عايز العربية الأسرع فيطلع يجري. هي دي الحكاية.